3 سنين يعني مرت على انطلاقة صباح نغير. الانطلاقة هي حصيلة جهد متراكم بين كل شخص بهالكادر لحتى كل يوم نكون الساعة 9 الصبح عم نطلع عليكم. كيف كانت تحضيرات اليوم الأول وكيف طلعنا على المشاهدين بهالمادة؟ رح نتابع مع زميلتنا هزار عبود. بتاريخ 14 كانون الثاني انطلقت شارة البداية لمشوار صباحي يومي رافقكن على مدى ما يقارب ال4 سنوات. وبأولى إطلالة صباحية كان مشوار الجهد والتعب له ركنه الخاص وبأولى حلقاتنا. بقلب مبنى الإخبارية السورية كانت الحركة، النشاط والشغف الكبير لانطلاقة أولى صباحاتنا هي اللي بتجمع كادر صباحنا غير. هلا نحن اليوم بكواليس صباحنا غير بأول يوم انطلاقة مجتمع القسم الثقافي، القسم أصغر قسم بالمحطة ولكن نحن بنعتبره إنه هو روح المحطة لأنه دائما بيحاول إنه يرصد شو عم يصير بالمجتمع السوري وأحدث الدراسات. كلنا إيد وحدة بنتمنى إنه نكون مو بس بأول يوم انطلاقة، على مدار العام، لأنه هذا المشروع مشروع كل واحد فينا وحلم كل واحد فينا، واليوم بلش يتحقق ونشوف هذا الشغل اللي تعبنا سنتين. خلينا نشوف الكواليس. مرحبا سلمى. اهلا ماتيلا. كيف التحضيرات؟ على قدم وساق مثل ما بيقولوا. رامي، من شو اكل هم لبكره؟ والله الهم بكره يعني مو قصه انه اكل هم، انا عندي ثقه بالكادر اللي عندنا، الكادر اللي عندنا يطغوا عليه العنصر الانثوي يعني بس يعني عند الحزه واللذه جدعان. ان شاء الله الجهد يلي صار على مدار اكثر من شهرين او ثلاثه، فينا نقول تيستات وتحضيرات، انه يتكلل بكره بالنجاح. بطلب من الله ومن كل العاملين معنا هذا الشيء. بدي كمان اشوف هزار، بدي اسالك هزار، شو بكره متمنيه باول يوم لصباحنا غير؟ هلا صباحنا غير من اسمه انه حيكون غير، فاللي بتمناه انه فعلا يحقق تغير بمقاييس البرامج الصباحيه، انه يكون عفوي، وانا متاكده من هذا الشيء، انه يضوي على كثير شغلات حلوه بمجتمعنا، بنفس الوقت على شغلات ممكن تكون بدها معالجه، نحن اللي نقدر نساعد فيها لحتى نكون ايد بايد صباحا جد غير وسوريا غير كمان. ميسان معده ومقدمه بصباحنا غير، شو بدك تتمني اليوم قبل بساعات من انطلاقه هذا الحلم اللي عم ننتظره؟ تمام، بتمنى كل الخير، بتمنى النجاح لفريق الإخبارية السورية، كله تعب، كله اشتغل، يعني صلنا مثل ما شايفين شهر كامل كله عم يسهر، في شباب عم تنام بالمحطة، دائما قاعدين هون عاملين 24 ساعة، بتمنى لهم التوفيق كلياتهم، وبتمنى انه صباحنا غير كمان يحقق النجاح بكرة بأول حلقة معي أنا وقريش، إن شاء الله يكون الحلقة منيحة. قريش كمان أنت معدة ومقدمة بهذا البرنامج، تعبتوا كثير، كلياتنا تعبنا، شو بتتمني بكرة بأول يوم كصباحنا غير أول برنامج على قناة إخبارية بالإعلام، إنه عندنا فترة صباحية، شو بتتمني تكون هي الفقرة وهذا البرنامج؟ هلا بما إنه هو أول برنامج صباحي على قناة إخبارية أكيد رح يكون غير مثل اسمه صباحنا غير، هو مثل ما حكينا ماتيلدا هو عن جد نتيجة جهد مشترك وإيد واحدة مثل ما كنا عم نحكي، إن كان بالقسم الثقافي أو مع الأقسام الثانية عن جد تعبوا واشتغلنا كلنا لحتى نوصل لهالنتيجة، كان في مراحل مرينا فيها، في صعوبات، في مطبات مرينا فيها، بس أكيد تجاوزناها وإن شاء الله يطلع صباحنا غير، وإن شاء الله نكون هيك خفاف وزراف وندخل على قلوب الناس من الصباح. وبدي اختم مع نور كمان معدة ومقدمة بالبرنامج، نور عم تدمع عيونها وعم تبكي، يعني عم نبكي كثير بس عن جد عن جد كثير تعبنا، كثير اشتغلنا وانا كثير مبسوط انه طلع، يعني اخيرا نحن نطلع، كثير تعبنا ما بتتخيلوا قديش وقديش، انا طاقة ايجابية، انا طاقة ايجابية عم نحكي، بس هذا الحلم اللي نحن عن جد عم نحلم فيه مو مصدقين لهلا، نحن في 5 ساعات لسه 4 ساعات ونص ما نطلع، بس فعليا نحن مو مصدقين، بتمنى دائما نكون، يعني هي دموع فرح من كل قلبي، بس عن جد بتمنى انه يقدروا الشغل الناس اللي برا تقدر، نحن ضمن الامكانيات الموجوده عندنا عم نخلق كل يوم حلم جديد،
وشغل جديد وطاقة جديدة، طاقة إيجابية جديدة. بس أنا كتير متفائلة إنه نحنا شباب صغار، ونحنا في شباب، ما بدي أنسى الشباب الكبار، بس ما بتتخيلوا قديش نحنا عم نتعب، قديش نحنا في شباب لسه في صالون 4 أيام 5 أيام مو نايمين، ومو مصدقين أيمت بدهم يطلعوا 4 ساعات إيدنا قلبنا. ما بعرف شو بدي أقول، كل الكلام ضاع، بس عن جد نحنا تعبنا كتير، وهي اللحظة نحنا صرنا تقريبا مستنيينها 4 سنين. فيا ريت كل العالم تقدر هذا الشيء، وأنا بتمنى إنه نكون قد ما العالم متوقع. وعلى مدى ساعة وربع من الوقت كانوا ضيوفنا من أهل الدار، كوادر اجتهدت تعبت وسهرت ليتحقق الحلم. هاي كانت البداية، وبعد سنين رسالتنا لكم بعد مستمرة، ليبقى صباح سوريا غير بمواكبة الحياة يلي عم ترجع تتصدر المشهد وتكون الصدى لانتصارات جيشنا العربي السوري.